انت تعرفين نتنياهو ايش قد ياخذ فلوس من هذه الدول؟ خلي بالك دكتوره فرح، ترى اعطوني رقم من 100 الى 150 دولار مليون مليار من 100 الى 150 مليار دولار هو ماخذ من هاي الدول، لا تخليني اعدد اسمائها، مقابل انه يهدئ الامور. هذول كذابين، هذول بالمفاوضات ما حد يريد الحرب، طبعا كذابين. فشي يسوي وبايدن خرف بايدن، لا تحدد لي كل الاسماء، انطيني واحده من هاي الدول هسه 100 الى 150 مليار ترى كل شيء تقدي يعني، وهذه معلومه يعني انا ما اعرف والله، بس انا يعني بس دوله واحده ما ينفع تقول عوف الدول كلها دوله واحده متاكد منها، اخذ مقابل انه لو تعطوني تعويضات مال القصف مالتي لو كل الشياطين. زين لازم دول الخليج لو دول اوروبيه لو هذه المنطقه هذه بالاضافه للدول الاوروبيه هاي من تيم منيتها بس من دول الخليج من دول المنطقه اخذ لازم دوله عتها هواي فلوس بصوره حلفاء المطبعين بصوره غير مباشره اخذ من دول كثيره لا تسوي لنا مشاكل يا ست فرح اخذ من دول كثيره من زين نتنياهو اليوم يسعى الفلوس ما يسعى الرجل الى فلوس الرجل يسعى الى البقاء يسعى الفلوس يريد يبقى بمنصبه حتى ما يروح للسجن استاذ سلمان اسرائيل عندها اقتصاد ما عندها على السياحة وعلى الإلكترونيات وعلى الطائرات وعلى هالشغلة هاي ما عندها مثلنا نفط وما نفط على الفواكه ترى وعلى الزرع وعلى الصناعة أمد الحرب يستمر لو راح تنتهي لا لا ما أتوقع الأمريكا عندها انتخابات ما تريد هذا الموضوع يستمر تحاول أن تكبع جماحهم تحاول هذا الشيء بس نتنياهو خلي أقول للسيد فرح تذكري هذا آخر شيء باللقاء نتنياهو لا عهد له ولا ذمة أخذ فلوس العالم وكذب استمر يقصف جنوب لبنان وغزة